أحمد أيوب. شكرا ليك زميلي إيهاب الخطيب، أهلا بيك وأهلا بمشاهدي قناة الأهلي في كل مكان عبر برنامج الأهلي في كل مكان، هنا طبعا في إمارة الفجيرة بالإمارات عقب وصول فريق النادي الأهلي وبعثة فريق النادي الأهلي بعد أول تدريب على استاد نادي الفجيرة في اليوم الأول لوصول بعثة فريق النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة الودية الهامة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير، احتفالا وتقديرا لنادي الفجيرة بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عام على إنشاء هذا النادي العريق. للتفاصيل أكثر عن بعثة فريق النادي الأهلي زميلي إيهاب ومعرفة كل ما يدور في بعثة فريق النادي الأهلي واللاعبين المستعدين لهذه المباراة، يسعدني أن يكون معي الكابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أيوب برحب بيك وزميلي إيهاب الخطيب بيرحب بيك على الهواء مباشرة ونطمن منك على البعثة والحمد لله على السلامة أولا. تحياتي ليك يا محمد طبعا وتحياتي لإيهاب، منور دايما قناة الأهلي، وانتوا مش عايزين تضيع وقت يعني، احنا جينا واتمرنا ومستلمنا يعني مفيش وقت بيضيع، عايزين كل حاجه على طول سخنه. الجمهور الاهلي طبعا، لا ده على راسنا طبعا يعني، النادي الاهلي وجمهور الاهلي وقناه الاهلي طبعا يعني بيتنا يعني. طيب نطمن منك بقى عن البعثه والاستعداد والجهاز الفني، كيف كان يفكر في هذه المباراه واستعد لها والوصول الى اماره الفجيره؟ طبعا يمكن في البدايه طبعا يعني خلينا نرحب يعني بنشكر الاخوه في الامارات يعني على الاستقبال والحفاوه، وخلينا نقول ان احنا دايما لما بنيجي الامارات بنحس ان احنا فعلا في بلدنا وفعلا في بيتنا، الناس بيقابلونا احسن استقبال، بيحبوا المصريين بشكل كبير جدا، فبنشكرهم طبعا من خلالكم على الاستقبال الرائع اللي دايما كل مره الاستقبال بيبقى احسن من اللي قبليه. طبعا احنا المره دي في اماره الفجيره بنشارك نادي الفجيره يعني احتفاله بمرور 50 سنه على تاسيسه، يا رب تكون احتفاليه يعني الناس اللي تتفرج تنبسط وتمر بسلام وكل الناس تكون مبسوطه. طبعا احنا بالنسبه لنا هي احنا مشاركه في احتفاليه كبيره في دوله كبيره ودوله صديقه، في نفس الوقت عندنا لعيبه محتاجه على الناحيه الفنيه محتاجه تجهز، محتاجه تشارك بشكل كويس، كلها امور مفيده جدا بالنسبه لنا الفتره يعني دي بعد توقف طبعا الدوري وبعد المباراه الاخيره في افريقيا، كونك يعني يبقى عندك مباراه وبرضه في تكريم وبالحجم ده وكل الناس بتشوفها اكيد هي مباراه مهمه طبعا، ومهم ان اللي يشارك فيها يجهز بشكل كويس طبعا، ده بالنسبه لنا احنا كجهاز فني يعني. طيب اولا انك تلعب مباراه وديه في هذا التوقيت، الجهاز الفني فكر فيها ازاي في ظل انت عندك مجموعه من اللاعبين تقدر تقول فريق بالكامل في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، بالاضافه لده اربع محترفين منضمين لمنتخبات بلادهم في الاجنده الدوليه. زي ما انت قلت يمكن عندنا عدد من اللعيبه في المنتخب الاول وعندنا في المنتخب الاولمبي وعندنا كمان في منتخب الشباب، عندنا اللعيبه المحترفين سواء علي واجايو وازار وباكا كل واحد في منتخبه، ولكن عندنا مجموعه من اللعيبه موجوده ولاعيبه نجوم ولاعيبه كبار، وكمان عندنا برضو كم ولد من الناشئين، لا عندنا قوام فرقه ممكن تشارك وان شاء الله يعني نعمل مباراه كويسه ويظهروا بمستوى كويس ويجهزوا نفسهم بشكل كويس للفتره الجايه. انت عارف الحمد لله احنا يعني خلاص حسمنا بطوله الدوري، يهمنا جدا الناس اللي ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه تجهز الفتره الجايه وتكون موجوده وتكون بتشارك، لان لسه عندنا هنكمل في افريقيا ان شاء الله، عندنا كاس مصر يهمنا جدا احراز لقبه السنه دي زي يعني ما عملنا السنه اللي فاتت بطوله الدوري بطوله الكاس ان شاء الله نكررها تاني السنه دي، فمحتاجين كل اللعيبه طبعا، فدي فرصه للناس وفرصه للعيبه انها تجهز بشكل كويس طبعا يعني. اللعيبه اللي هتكون معاك في مباراه النهارده في منهم كتير اكيد هيكمل معاك حتى الجزء الاخير مباراه الدوري بعد حسم بطوله الدوري؟ يعني اكيد يمكن، بس يعني مش يعني خلينا ما نسبقش الاحداث يعني، خلينا بس ناخدها واحده واحده كده. احنا زي ما اتفقنا عندنا مجموعه من اللعيبه في المنتخبات ولاعيبه محترفين في منتخباتهم، اللعيبه دي كانت بتشارك الفتره الاخيره معانا، المجموعه اللي موجوده معانا كان في بعض منها بيشارك كان في بعض منها ما بيشاركش، اكيد اللي ما كانش بيشارك فرصه زي كده مباراه يجهز فيها بشكل كويس، بعد كده لما ترجع للمباراه الرسميه اكيد بعد ما حسمت لقب الدوري اكيد هتحاول تجهز اكتر اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك، وتوصل تاني وترجع تاني للكاس مصر وترجع تاني لافريقيا بافضل عناصر جاهزه، لان كل عندنا احنا عندنا افضل لعيبه في مصر واحسن عناصر في مصر، ولكن جاهزيه مهمه جدا، جاهزيه بتيجي من خلال المباريات دي،
وانت جاهز لما يكون عندك اللعيبه جاهزه بشكل كويس وعندك عدد من اللعيب لعيبه جاهز بشكل كويس، ده بيديك اريحيه انك تقدر تحط تختار المناسب لكل مباراه. وده الحمد لله اللي حصل معانا الفتره الاخيره، عندنا عدد من اللعيبه جاهز بشكل كويس، كابتن حسام يقدر يختار اللعيبه المناسبه لكل مباراه وحسب المباراه احنا هنلعبها ازاي وباي طريقه ومين المناسب دلوقتي ومين اللي محتاج يريح. فده اكيد ريحنا الفتره اللي فاتت، واختيارات كابتن حسام اكيد كانت يعني اكيد صحيحه بنسبه كبيره جدا جدا جدا، بدليل اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي الحمد لله. طيب ارجع تاني لمباراه الفجيره كابتن ايوب، فكره انها مباراه وديه البعض بياخدها ان هي مباراه احتفاليه، لكن الجهاز الفني بيحسبها بالنسبه له مباراه ما فيهاش هزار برضه لازم تستفيد بيها. خلينا نقول ان النادي الاهلي بيلعب مباراه رسميه، بيلعب مباراه وديه، هو النادي الاهلي. النادي الاهلي في اي حته ليه جماهيره، وجماهيره في الوطن العربي يمكن زي مصر ومش عاوز اقول اكتر، ولكن انت بتروح احنا يمكن اخر مباراه في السعوديه من 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 فتره قريبه يعني الاستاد كان مليان، يعني يمكن اكتر من مباريات كتير بنلعبها في مصر العدد اللي كان موجود في الجماهير في السعوديه. فانا بقول لك القاعده الجماهيريه للنادي الاهلي كبيره جدا جدا في الدول العربيه. جماهير جماهير النادي الاهلي دايما طماعه 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 من يعني من كتر حبها النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي عاوزاه يكسب مباراه وديه ومباراه رسميه، عاوزاه يكسب كل البطولات، وده حقهم وده ضريبه العمل طبعا اكيد في النادي الاهلي. هي بالنسبه لنا احتفاليه ومباراه وديه، ولكن في النهايه احنا عاوزين نكسب برده عشان جماهيرنا محتاجه النادي الاهلي دايما يكسب ودايما متصدر ودايما شكله كويس، وده اللي احنا بنسعى يعني ليه دايما. يعني فرصة انت معايا، يمكن احنا ما احتفلناش معاك او حتى ما حسيناش بفرحة الدوري، ان دايما بتخلص من مباراة بتحتفل ببطولة تاني يوم عندك بطولة تانية. النجمة الرابعة بالنسبة لك كابتن ايوب بتمثل لك ايه؟ بطولة الدوري ومواجهات صعبة، الناس ممكن تشوف فارق النقاط كبير وارقام قياسية للفريق هذا الموسم، لكن لا البطولة انتوا اشتغلتوا عليها بشكل كويس جدا. اكيد يعني احنا تعبنا من بداية المسابقة وناخدها كده واحدة واحدة، يعني احنا كنا شغالين في افريقيا والدوري في وقت واحد، وبعدين كملنا لاخر محطة في افريقيا وتعبنا جدا جدا لحد ما وصلنا للمحطة الأخيرة. لعبنا الترجي دور الثمانية، لعبنا النجم قبل النهائي، بعد كده جه حظنا في الوداد، ما كناش محظوظين أبدا في المباراة النهائية، لو كان عندنا شوية حظ كان ممكن نكسب البطولة، ولكن هو هي يعني هي دي الرياضة، أنت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتسيب النتيجة عند ربنا، يعني ما بس تكون مؤمن إنك بتعمل اللي عليك وعندك قناعه تامه انك بتجتهد. بعد كده النتيجه بتاعت ربنا، يمكن وصلنا لاخر محطه واتاجل لنا مباراه في الدوري، يمكن لما بدانا الدوري كان الاسماعيلي يعني سابق ب 19 نقط واحنا عندنا مباريات كتير، ده اكيد ضغط عليك، لكن استعدادنا كان كويس وجاهزيه اللعيبه كانت كويسه، حطينا اهداف مرحليه، يعني كابتن حسام ده كان بيتكلم معانا على الاهداف المرحليه لكل مرحله احنا عاوزين ايه من المرحله دي. الحمد لله كنا بنحقق اهدافنا واحده واحده، ما كناش بنستعجل لحد ما تصدرنا المسابقه وحافظنا على التصدر. يمكن في ناس بتقول لك ان النادي الاهلي يعني خد الدوري لان الفرق بتساعده، الفرق مفيش فرق، لا يعني انا ضد الكلام ده تماما. النادي الاهلي كسب الدوري لان هو اللي كان بيساعد نفسه، محدش كان بيساعده. النادي الاهلي بيكسب كل ماتشاته، طب انتوا عاوزين ايه من فرقه بتكسب ماتشاتها؟ يعني كل ماتشاتها يعني نكسب للفرقه الثانيه، يعني النادي الاهلي احق بالفوز بالمسابقه، فرق النقاط كبير جدا، ولكن هو يستاهل نتيجه ادائه السنه دي. النادي الاهلي يعني بيكسب الحمد لله كل الماتشات، يعني احنا مغلوبين ماتش، متعادلين ثلاثه، كسبانين كل الماتشات، يعني اكيد ارقام يعني كبيره وجيده وحلوه كمان للنادي الاهلي ولتاريخنا احنا كمان كمدربين وكمان المجموعه الشغاله. وخليني اقول لك، طب شوف الدوريات الكبيره دلوقتي في اوروبا كلها، شوف برشلونه فارق قد ايه، بايرن ميونخ فارق قد ايه، الدوري الايطالي لا يعني يمكن شويه، ولكن الدوري الانجليزي شوف مانشستر سيتي فارق 18 نقطه، يعني طب ايه يعني ايه ما حدش بيتكلم ليه؟ فرق النادي الاهلي ماشي بشكل كويس وبيساعد نفسه، كون ان فرق بقى بتتعطل، فرق في يمكن فرق في المستوى بين النادي الاهلي وفرق في الاداء بين النادي الاهلي وبين بقيه الفرق، ده يكون ده المصلحه، يعني ده يتحسب للنادي الاهلي، مش الفرقه بتساعد النادي الاهلي، لا النادي الاهلي اعتقد هو في مكانه مختلفه وهو محافظ عليها وهو بيساعد نفسه. يعني مرحله اخرى اسالك عليها برضو، بطوله افريقيا والاجنده دايما مستمره، يعني انت وانت بتختم في الدوري والكاس عندك مباراتين في افريقيا، ترجي الاول هنا في القاهره ان شاء الله يوم 4/5/6، وبعد كده كامبالا سيتي في اوغندا قبل رمضان بيوم، ودي نقطه مهمه عايز اسالك برضو عليها. يعني كويس ان هو قبل رمضان بيوم، يعني كويس، يعني طبعا ما يعني زي ما انت قلت من شويه ان احنا ما بنلحقش نفرح بمكسب او بطوله،
ودي ضريبه، ان هكرر اقول دي ضريبه العمل في النادي الاهلي. دايما الجماهير طماعه من حبها في النادي الاهلي، واحنا برضو كجاهزه وكلعيبه طماعين انك دايما تحقق سكور، تحقق بطولات للنادي الاهلي، لان شرف لاي واحد شغال في النادي الاهلي انه يكون ضمن منظومه ناجحه، ضمن منظومه وتحقق بطولات. انه انا على المستوى الشخصي بكون سعيد وفرحان ان بعد وقت من الزمن اكون انا احمد ايوب جزء من تاريخ النادي الاهلي او تاريخ بطولات النادي الاهلي. يعني كم بطوله النادي الاهلي حققها في افريقيا او دوري او كاس، انا حققت كم بطوله. دي حاجه على المستوى الشخصي بتسعدني جدا جدا. الكيان العظيم، الكيان الكبير، الكيان الجميل اللي ملايين الشعب المصري بتحبه، انا اكون جزء من تاريخه، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا 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 وشرف كبير جدا جدا جدا. وعلى قد ما اقدر بحاول يعني اساعد كابتن حسام واساعد زمايلي ان احنا نحقق بطولات. هي مرحله وهتخلص، وهيجي ناس بعدينا تشتغل وتحقق بطولات وتحقق اكتر ونشجعهم. هي سنه الحياه كده. فلكن الواحد لازم يبقى مؤمن انه يشتغل لاقصى درجه طول ما هو موجود في 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 المكان اللي هو شغال فيه. يمكن بنقفل دايما صفحة اي انتصار وبنفتح صفحة تانية عشان نخش في بطولة تانية. زي ما انت قلت قفلنا صفحة الدوري، بس لسه نستكمله عندنا، هنكمل ندخل في معركة افريقيا. يمكن اول مباراة صعبة بالنسبة لنا اكيد الترجي، دايما الشعب المصري وكل جماهير النادي الاهلي عارفة مباراة الاهلي والترجي بتكون عاملة ازاي. اول مباراة، ولكن يمكن المباراة التانية هتكون خارج ملعبنا في اوغندا، ويمكن برضو من حظنا كويس انها هتكون قبل رمضان بيوم. يعني لو كان في رمضان، دايما احنا يعني بطولة افريقيا دايما بتصادف ان احنا بنلعب في رمضان بره، بتبقى اكيد مباراة صعبة لان الفرق بتتعمد تلعبك في النهار وانت صايم ورطوبة وحر، هم عارفين ان انت اللعيبة كلها بتصوم فبيجهدك وبيبلود عليك. فالحمد لله انها يمكن قبل رمضان بيوم نقدر نلعب يعني في الاجواء اللي مريحه شويه، ونكمل ان شاء الله البطوله. نفسنا ندخلها بقى السنه دي. النادي الاهلي بقى لها 5 سنين ما دخلتش النادي، نفسنا نروح كاس العالم تاني. ويمكن انا بقول لك السنه دي يعني يمكن انا متفائل ان احنا نكسب البطوله. دايما بروح اليابان، والسنه دي البطوله هتعمل في اليابان. يمكن برضو من السنه اللي فاتت فريق الوداد كسب البطولة، وكان أول دور 32 لاعب منانا، وإحنا لعبنا منانا يعني يمكن يعني مؤشرات إن شاء الله، ولكن هي 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 هتفضل مؤشرات. الدور بتاعك إنك تعمله وتخلص فيه عشان ربنا يوفقك. المجموعة الأفريقية متوازنة بالمقابل المجموعات الأخرى، خاصة المجموعة الثانية الكل أطلق عليها مجموعة الموت، ودي المجموعة اللي ممكن كمان يبقى فيه صدام بإذن الله بعد التأهل للدور القادم. دايماً يعني ما تيجي تحلل الفرق كده، وأنت ساعات بتقول من خلال الاسامي اللي في المجموعه دي جامده، المجموعه دي مش جامده. بعد كده لما الماتشات تبدا بتبدا تغير في اوقات كتير افكارك، لان افريقيا فيها متغيرات كتير. كل سنه في فرق بتبقى كبيره مستواها بيقل، في فرق صغيره ما تعرفهاش مستواها بيزيد وبتطلع لعيبه وبتعمل ريكورد يعني نتائج كويسه. المجموعات متزنه، ممكن نقول انها متزنه، ولكن لما تبدا الماتشات هنبدا نقول انهي مجموعه اصعب وانهي مجموعه اقوى، لان استعدادات الفرق واللعيبه اللي موجوده في الفرق لسه مش يعني لسه ما تقدرش تحددها دلوقتي يعني. ولكن هي الفكره كلها بغض النظر عن المجموعه، انت هدفك ايه من المرحله دي؟ هدفك ايه من البطوله السنه دي؟ ده اللي انت شغال عليه. مجموعه صعبه، مجموعه سهله، انت عاوز ايه وهتشتغل هتخطط له ازاي وتوصل له ازاي؟ ده الاهم يعني بالنسبه لنا يعني. عن ايه جزئيه اللاعبين محتاجه اطمن منك على حاله بعض اللعيبه؟ يمكن شريف اكرامي ووليد سليمان كان المفروض خلاص هيصطحبوا او هيروحوا مع الفريق لسفريه الامارات هنا في مباراه الفجيره، لكن في اخر لحظات تم طبعا استبعادهم. الاصابه بتاعتهم اخبارها ايه؟ ويضا يلحقوا المباريات القادمه بعد العوده ان شاء الله من الاجنده الدوليه، عندك مباراه طنطا، ايضا حسام غالي مع البعثة الحمد لله نطمئن على حالته، باسم علي موجود، صبر رحيل كمان موجود، ودي كانت العناصر كانت بعيده الفتره الاخيره بسبب الاصابه. كل العناصر اللي خارج المنتخبات الفتره الاخيره موجودين معانا وشغالين بشكل كويس. يمكن حسام بيتمرن بشكل كويس الفتره الاخيره، وانا لسه كنت بتكلم معاه من شويه في التمرين ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه ماشي بشكل كويس. صبري وباسم كل الناس البعيده يعني الحمد لله بتمرن بشكل كويس وراجع بشكل كويس، واحنا عاوزين نستفاد منهم. يعني كل لعيبه في النادي الاهلي لعيبه كبيره وعاوزين نستفاد منهم، ولكن التوقيت مهم جدا، المشاركه مهم جدا، ودي بتاعت طبعا حاجه بتاعت الجهاز الفني. المهم اللعيب يبقى جاهز بشكل كويس. يمكن اكرامي عنده اصابه في عضله الحوض، ودي مطوله معاه شويه، المنطقه دي دايما يعني عاوزه بعض الوقت، وكان صعب يكون موجود معانا، العلاج بالنسبه له كان اهم في الفتره دي. وليد سليمان يمكن بعد المباراه الاخيره كان عنده دور برد شديد، والمفروض انه كان جاي معانا الامارات، ولكن يمكن يعني عنده ظروف مش يعني ظروف يعني
يمكن تكون قهريه شويه، يعني اسريه يمكن منعته انه يجي، ولكن طبعا يعني هي خير يعني، مش ولكن كان صعب جدا يكون متواجد معانا، وقد استاذن من كابتن حسام، ولكن بقيه اللعيبه موجودين معانا، وان شاء الله يعني كل العناصر الموجوده معانا تشارك، نعمل مباراه كويسه، ناكد يعني اسم النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي في دوله الامارات، زي ما دايما بنيجي وبنسيب بصمه كويسه وبصمه كبيره، نسيب كمان بصمه المره دي اكبر واجمل ان شاء الله. كابتن حسام البدري اعتقد خلال ساعات يعني غدا باذن الله هيصل من كندا على الامارات على طول. ان شاء الله كابتن حسام يكون موجود بكره، منورنا وموجود معنا في التمرين والمباراه، وانا دايما طبعا متواصل معاه طبعا يعني في كل كبيره وصغيره طبعا يعني. كيف ترى المواجهه امام مارادونا؟ يمكن الحديث هنا زميلي ايهاب، واحنا في الامارات وفي الفجيره الكل بيتكلم عن المواجهه بين الاهلي وبين ديجو ارماندو مارادونا. هي احتفاليه ما بين النادي الاهلي بحجمه واسمه وتاريخه ونجومه، وطبعا ومارادونا باسمه وحجمه وتاريخه ونجوميته، وفي دوله زي دوله الامارات دايما تحتضن احداث يعني كبيره، وفي نادي زي نادي الفجيره، فهي كلها احداث ان شاء الله تكون حلوه. اكيد الناس مستنيه تشوف مارادونا زي ما احنا كنا زمان بنتفرج عليه وبنحب نستمتع بيه وبلعبه، لانه طبعا هيظل نجم كبير وهيظل علامه من علامات كره القدم العالميه. برضو النادي الاهلي الناس عاوزه تشوفه وعاوزه تفرح بيه وتفرح بنجومه. انا بقول لك الواحد بيبقى سعيد لما بيزور اي دوله عربيه ويشوف الحب الكبير والشعبيه الكبيره طبعا النادي الاهلي، ويكون هو كمان جزء من المنظومه دي، يعني دي حاجه كبيره طبعا يعني. اخر سؤال وانت معايا، ما ينفعش اختم معاك من غير ما اسالك على المنتخب الوطني، بقى فرصه الجمهور يعرف كل حاجه. ايهاب معايا على الهواء مباشره، لكن سؤال المنتخب الوطني كابتن ايوب، واحنا سعداء جدا كمان بالمستوى اللي ظهر بيه لعيبه الاهلي ولعيبه المنتخب، لكن محمد الشناوي تحديدا في مركز حراسه المرمى والاداء العالي اللي ظهر بيه في هذه المباراه. احنا خلينا نقول منتخب مصر، مش عاوزين نقول سين او صاد او لعيبه، لا احنا منتخب مصر لعب قدم مباراه كبيره، كلنا كنا فرحانين، كلنا كنا مبسوطين ان ده منتخب مصر اللي بيلعب البرتغال، ان ده منتخب مصر اللي كان كسبان للدقيقه 90، ان ده منتخب مصر اللي عنده الثقه الكبيره دي، اللي ده منتخب مصر اللي عنده الثقه في الاداء والاستحواذ ومفيش استعجال، ان ده منتخب مصر ان الواحد ان مفيش فرق بينه وبين منتخب البرتغال. اليوم ده كان في مباريات كتيره بتتلعب من منتخبات كبيره وكتيره، لما تعيد المباريات ما تحسش ان منتخب مصر اقل من كل المنتخبات اللي كانت بتلعب، وده المكسب الكبير بالنسبه لنا، ان بقى عندنا ثقه كبيره في ادائنا، ان حته الاحتراف لما بقى في لعيبه كتيره محترفه، لما بقى في لعيبه كبيره احتكت بنجوم كبار في العالم، وبقى المسافه بينهم وبين لعيبتنا قريبه جدا جدا جدا، خلاص بقت دي ثقه موجوده عندنا في كل لعيبتنا، اللعيب عنده اريحيه وهو بيلعب، وده الواحد سعيد بيه وحاسه في الملعب، انت مفيش توتر، لعيبه بتبدا هجمه، لعيبه بتضغط من قدام، اللعيبه مفيش استعجال، في ثقه كبيره، الواحد كان مبسوط من كل ده، وان شاء الله يترجم اكتر واحسن في كاس العالم ان شاء الله. كابتن ايوب انا بشكرك على الهواء مباشره على هذا اللقاء، قدر الامكان حاولنا نقول اخبار كتيره، لكن من خلال تصريحات رسميه من الجهاز الفني من خلالك كمدرب عام للفريق. شكرا وسعيد بوجودي معاك، وتحياتي لإيهاب وكل متابعي قناه النادي الاهلي طبعا يعني. شكرا لك. شكرا زميلي ايهاب.